نعمل تاني وصفة من أول حلقة من حلقات مونتينيغرو، هي الجلاش مع حشوات الكريمة والفواكه. عندنا علبة جلاش أو عبوة جلاش، عندنا زبدة مذابة، بعد كده في حشوات. أول واحدة حشوة من المشمش مهروس، الحشوة التانية هتكون حشوة الكريز مهروس، كريز قصدي صحيح بس زي الكومبوت كده. وبعد كده عندنا حشوة الكريمة اللي هي 300 جرام جبنة كريمية، 500 جرام جبنة قريش، تلت كوب سكر، بش واحد ليمونة، 2 صفار بيض، نص كوب كريمة حمضة، و6 بياض بيض. للتزيين عندنا سكر بودرة وتوت أحمر. هنبتدي نحضر الكريمة. هنحط بياض البيض وهنضربه لحد ما يبقى هش، وبعد كده هنخلطه مع بقية المقادير لما نخلطهم مع بعض الأول. بكده بياض البيض جاهز، هنحطه في بول على جنب. ودلوقتي هنحط بقية المقادير مع بعض وتختلط كلها ببعض. السكر، صفار البيض، بش الليمون، الجبنة الكريمية، والساور كريم أو الكريمة الحامضة، وآخر حاجة الجبنة القريش. هنخلطهم كلهم مع بعض وهنبتدي نجيب الجلاش ونحطه في الصينية بالشكل ده. هندهن عليه شوية زبدة ونحط طبقة تانية من الجلاش. وهنحط فوقها حشو المشمش. وبعدين هنبتدي نحط جلاش تاني فوقها. واحدة كمان، طبقتين. ندهنهم بالزبدة وبعدين هنحط طبقة ونحط حشو الكريز، ممكن يكون حشو توت كمان.
ونرجع نغطي. وهندهن زبدة. وآخر طبقة هتكون، الأول أحط طبقة جلاش وبعدين آخر طبقة هتكون طبقة الجبنة وفوقها طبقة جلاش. ونحاول ندخل الأطراف علشان الجبنة ما تطلعش برا. وطبقة كمان. وهندهن بالزبدة آخر مرة. بشكل عشوائي كده.